السلام عليكم. إذا كنت قد تناولت البيض شاهد هذا الفيديو وتعرف على ماذا يفعل البيض في جسمك وأنت لا تعلم. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. هناك اعتقاد قديم يعتبر أن صفار البيض يزيد من نسبة الكوليسترول في الجسم، ودراسات جديدة أشارت إلى أن الكوليسترول الطبيعي الذي ينتجه الجسم ينخفض معدل إنتاجه عند حصول الجسم على حاجته من الكوليسترول الموجود في الطعام. والكوليسترول ليس مركب عديم الجدوى أو يمكن الاستغناء عنه، فهو يلعب دورا أساسيا في إعطاء الجسم القدرة على إنتاج الهرمونات المهمة للجسم. وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن نسبة 70% من الأشخاص الذين يداومون على أكل ما لا يقل عن بيضة وما لا يزيد عن 3 بيضات يوميا لم تظهر عليهم أي آثار سلبية نتيجة هذه المداومة. أما عن 30% فوجد لديهم تغير إيجابي في البروتين الدهني منخفض الكثافة الذي يطلق عليه لقب الكوليسترول السيء، فقد تمددت جزيئاته المكثفة مما قل من المخاطر الصحية التي يسببها. والمجموعة الوحيدة التي تأثرت بشكل سلبي أثناء هذه الدراسة هم مرضى السكري، حيث ازدادت احتمالية إصابتهم بأمراض القلب. والآن سنعرض لكم ما هي فوائد تناول البيض باستمرار. أولا، غني بالبروتين. يزودنا البيض بنوعية ممتازة من البروتين بالإضافة إلى الكولين، وهو من المواد الأساسية المغذية للجسم والتي يجعلها أغلب الناس على الرغم من دورها الحيوي في وظائف الدماغ. ثانيا، حماية البصر. وجدت في دراسات حديثة أن تناول بيضة واحدة يوميا يمنع إصابة الإنسان بمرض التنكث البقاعي، وهو مرض يصيب كبار السن ويؤدي إلى فقدان البصر في مركز المجال البصري. ثالثا، صحة الشعر والأظافر. إن المداومة على أكل البيض يحافظ على صحة الشعر والأظافر، نظرا لأن البيض غني بالكبريت وبتشكيلة واسعة من الفيتامينات والمعادن. رابعا، حماية الجسم والقلب. إن تناول بيضة واحدة يوميا يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض القلبية ويقي الجسم من الإصابة بمرض السرطان. خامسا، مفيد للمرأة الحامل. إن أكل البيض بشكل يومي أمر ضروري للمرأة الحامل، لأن البيض مصدر للكولين، وكما أوضحنا أن الكولين له مصدر حيوي في وظائف الدماغ، وبالنسبة للجنين فدوره أعظم حيث يساعد في عملية نمو الدماغ، ناهيك عن احتمالية إصابة الجنين بالإضطرابات العقلية ومتلازمة داون، ويقلل من احتمالية الإصابة بالزهايمر عند كبار السن. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوا مع من تعرفون، ولا تنسى أن تضع إعجاب للفيديو واشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لكم قناة الوصفات الزوجية.